طيب عايز برضو اتكلم مع حضراتكم عن هو أجايه ده ايه؟ أجايه الحقيقه من وجهه نظري ان هو افريقي بروح الفانيلا الحمراء. يعني ايه افريقي بروح الفانيلا الحمراء؟ يعني أجايه ده لاعب جيد جدا لما بينزل في اي مباراه، طبعا في مباريات بيبقى فيها سيء وبننتقده بالمناسبه واي حد بينتقد مفيش مشكله، لكن هو دايما لما في الوقت اللي بتبقى محتاجه فيه بتلاقيه. وهي دي اهم حاجه بتميز لاعبي النادي الاهلي دائما، ان هو دايما اللي جواه واضح للنادي الاهلي مش لاي حد تاني، واضح للنادي الاهلي مش لاي حد تاني. بيخاف على الاهلي، بيحافظ على نادي الاهلي، بيلعب في كل المباريات اللي بيلعبها، ممكن ما يكونش موفق، ممكن ما يكونش موفق، مفيش مشكله، ولكن الروح دي دايما موجوده، على الرغم ان هو ما اتولدش في مصر. ما اتولدش في مصر، ولكن اللي بيخش النادي الاهلي دائما ما يكون اهلاوي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن أجايه بروح الفانيلا الحمراء.